طيب عايزين تفاصيل وازاي اشجع ابن بلدي الشاب ان هو يروح للتعليم الفني. معايا على التليفون استاذنا الدكتور عمرو بوصيله، رئيس الاداره المركزيه لتطوير التعليم الفني، مدير وحده تشغيل المدارس التكنولوجيه. مساء الخير دكتور عمرو. اهلا بيك فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك استاذ. اتمنى الارقام اللي اكون ذكرتها يعني صحيحه، ولو فيها اخطاء اتمنى تعدلها لي. لا يا فندم مش بنقول اخطاء، احنا بنقول بس ابديتنج للارقام. احنا حاليا الحمد لله امبارح وقعنا مدرسه رقم 48 في مدارس التكنولوجيا التطبيقيه. وان شاء الله في البايب لاين في 2 3 تانيين عشان نتجاوز ال 50 مدرسه في القريب العاجل. دول الطلبه اللي هم خريج المرحله الاعداديه. كله خريج المرحله الاعداديه. وهيقعدوا في المدرسه التكنولوجيه كام سنه؟ ما بين 3 سنوات و5 سنوات، في بقى معظم المدارس 3 سنوات. وقليل منها ال5 سنوات. الحقيقه الفلسفه اللي حضرتك اتكلمت بيها هي اصابت كبد الحقيقه، لان احنا بدانا في سنه 2013 في الوزاره تطبيق استراتيجيه لتطوير التعليم الفني اللي تعتمد على مجموعه من المحاور، واحد من اهمها زي ما سيادتك ذكرت يعني اقتداء بالتجربه الالمانيه في الارقام. هي تجربه رائده في المانيا. تمام يا فندم. واحنا الحقيقه في تعاون كبير حضرتك عارف ما بين التعليم الفني المصري والالماني من سنه 96. ده في اتفاقيه بين مصر والمانيا من 2006 على ما اذكر يعني. من سنه 96 وتم تجديدها 2006 وتم احيائها تاني سنه 2013. كل ده لدعم عمليه التعليم وتدريب الاصدار في جمهوريه مصر العربيه. في الحقيقه انه مشاركه القطاع الخاص واحد من اهم المحاور الرئيسيه اللي بتعتمد عليها تطوير التعليم الفني، لانه في المقام الاول خريج التعليم الفني بيلتحقوا 90% منهم بالقطاع الخاص، وبالتالي كان لزاما على الوزاره الاستعانه في بالقطاع الخاص في عمليه وضع المناهج الجديده القائمه على منهجيه القدرات. كمان عندنا حاجه مهمه جدا ان هم يحطوا المتوقع ايه في المستقبل القريب بالنسبه للوظائف بتاعت المستقبل، ونقدر نشيل ايه من الوظائف اللي عفى عليها زمان، بحيث ان الخريج بتاعنا دائما وابدا يلبي احتياجات سوق العمل المصري والمحلي والاقليمي والدولي بعد كده. طيب التدريب للطلبه، هل عندنا هنا مصانع وشركات كبرى بتتكفل بتدريب ومصروفات تعليم هؤلاء الطلبه؟ طبعا احنا عندنا الطلبه في التعليم والتدريب المستوى. يا ريت حضرتك تعلي صوتك بس. عندنا الطلبه في التعليم المزدوج وفي التكنولوجيا التطبيقيه وفي مراكز التميز، بيقضوا تقريبا 30% من وقتهم جوه الفصول الدراسيه و70% في المعامل والورش العمليه، سواء كانت داخل المدرسه جزء يسير، والجزء الاعظم بيكون موجود في المصانع والمؤسسات، لان احنا بنقول التعليم الفني ده عمليه متكامله، مصنع، مؤسسه تجاريه كبيره، مزرعه الى اخره. وبالتالي الطالب بياخد القسط الاكبر من التدريب العملي في هذه المؤسسات اللي هتؤدي بيه في نهايه الامر ان هو يلتحق بفرصه العمل اللي منتظراه نظرا ان هو اتدرب التدريب الكافي للقيام بهذه الوظيفه طوال فتره دراسته في المدرسه، ويتقاضى مكافئات ماليه نظير قيامه بهذا التدريب العملي. عندنا كم تخصص في التعليم الفني؟ اكثر من 205 تخصص في ال التخصصات المختلفة سواء زراعية أو صناعية. كأمثلة دكتور عمرو. والله الأمثلة لا حصر لها، لكن احنا هنقول قطاعات. عندنا في الحاجات الجديدة اللي فتحناها موضوع التعاون مع شركات البترول زي شركة إيمي في حقل ظهر بالتخصصات اللي في البترول كلها، عندنا الحلية والمجوهرات، عندنا مدرسة الفنون اللي بتطلع فني الصوت والإضاءة والرسوم المتحركة وخلافه. عندنا في مجال الارتفيشال انتليجنس مع اتش اس تي اللي هو الذكاء الاصطناعي، عندنا مع اي بي ام في مجال الاي تي، عندنا في الزراعات الحديثه وتصنيع الاجبان، عندنا في الريتيل اللي زي مؤسسه بي تك عندنا معاها برضه شراكات، بالاضافه طبعا للتخصصات الفندقيه مع كبريات الشركات، وقريب جدا هيكون في فنادق كبيره جدا برضه بتسعى لعقد شراكات مع الوزاره من اجل تخريج فنيين على اعلى مستوى في مجال تخصصاته. طيب بالنسبه للمعاهد الفنيه اللي الطالب بيقضي فيها 5 سنوات بيحصل على شهاده ايه بقى؟ هو حاليا من ضمن الاستراتيجيه بتاعت تطوير التعليم ان احنا بنخليها زي نظام مجامعات تكنولوجيه
السابق لو حضرتك تسمع اللي هو 3 زائد 2 زائد 2، يعني الطالب بيخش عندي بعد المرحله الاعداديه بياخد 3 سنوات بيتحصل على الدبلوم فيقدر يخش على منظومه العمل على طول ويقتحم سوق العمل. بعد كده لو عايز يطور مستواه بياخد 2 سنين كمان ويحصل على ايه بقى بكالوريوس؟ 2 سنين ده اول 2 سنين، بعد 3 بيحصل على حاجه اسمها دبلوم فني متقدم او دبلوم تكنولوجي متقدم. ومن ثم بيدرس زائد 2 كمان في احد الجامعات التكنولوجيه فيتحصل على بكالوريوس التكنولوجي في ذات التخصص. يعني هو بعد ما يخلص ال3 سنين الثانوي الفني امامه فرصه ياخد ال4 سنين عشان يحصل على البكالوريوس على 2، سنتين في سنتين. مظبوط. وكل ده وهو شغال وبيتقاضى اجر. بالظبط كده. او على مره واحده 4 سنين متصله طبقا لنوعيه العمل اللي هو بيلتحق بيها او اذا كان هو عايز يتفرغ للعمليات بقصد. طيب. فالحقيقه التطوير ده في عمليه التعليم لان سياسه الدوله مش حاجه مختصه بوزاره التربيه والتعليم فقط، ولكن دي فلسفه الدوله مفهوم. مظبوط يا فندم، بتخص وزاره التربيه والتعليم ووزاره التعليم العالي. وزاره التعليم العالي عملت الجامعات التكنولوجيه لاستكمال هذه الخطه للنهوض بالتعليم الفني، واحنا عملنا هذه الانظمه المتعدده اللي بتتميز بالمرونه الكافيه لتلبيه احتياجات الطلبه واحتياجات سوق العمل في نفس الوقت. طيب لو انا وحضرتك واكيد عدد كبير من الساده المستمعين مهتمين بالتعليم الفني شايفينه هو احد يعني خطوات او احد عربات قطار التنميه في مصر لو احنا اردنا نصل بالتصدير ل 100 مليار دولار واكثر الى اخره، ازاي اعيد تلميع الصوره الذهنيه للتعليم الفني في اعين المجتمع؟ وللاسف الصوره الذهنيه ليست جيده. ده حقيقي. في الحقيقه احنا بنلجا للاعلاميين المميزين ووسائل الاعلام المختلفه. احنا بدانا بنظهر في كثير من المنابر الاعلاميه المميزه زي من بصيتك عشان نوضح للناس هذا التطوير اللي الدوله عملته لاولادها في المقام الاول. الحقيقه بنحاول نشوف السوشيال ميديا نقدر ناثر فيها ازاي عشان نطلع نماذج. في حال التعليم احنا مؤمنين في الوزاره بحاجه محدده انه خير مثال لتقديم او لتغيير هذه الصوره النمطيه السيئه عن التعليم الفني النماذج الناجحه. فاحنا دلوقتي بنوري الناس مدارسنا. حضرتك خد الكاميرا بتاعتك وانزل صور في المدارس، بص على الطلبه اللي احنا بنفخر بيهم وبنفخر بمستواهم، بص على المؤسسات اللي هم بيشتغلوا فيها، بص على شركاء النجاح بتوعنا سواء المحليين او الدوليين. هي دي قصص النجاح اللي احنا من خلالها بنقول ان فعلا حصل تغيير حقيقي على الارض لحال التعليم الفني في مصر. هل يعاني خريج التعليم الفني من البطاله زي خريج الجامعات؟ انا عايز اقول لحضرتك ان نسبه التشغيل عندنا في المدارس التكنولوجيا التطبيقيه على سبيل المثال بلغت 75% دي نسبه التشغيل. الباقي بيبقى حوالي اكثر من 20% بيخشوا جامعات التكنولوجيه، يعني هو ما فقدش فرصته في سوق العمل لكن هو اجل او ارجا فرصه التحقق في سوق العمل لغايه ما هيتحصل على البكالوريوس التكنولوجي. والباقي بيبقى ظروف طبعا اجتماعيه الامر لا يخلو من ظروف للناس معناه، ودي تبقى نسبه بسيطه جدا. في المقابل اعتقد ان النسبه العكس بالعكس في خريج الكليات النظريه. طب كان في يعني انعقاد دوره تانية للمعرض والمنتدى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي ده مؤخرا يعني خلال يومي 20 و21 فبراير، ايه اهميه هذا المنتدى وطلعتوا منه بايه؟ طبعا التوصيات بتاعه المؤتمر اكدت على زياده مشاركه القطاع الخاص، لان احنا بنتكلم النهارده باقتصاد قوي في حجم الاقتصاد المصري، ما ينفعش يبقى عندنا بس 50 مدرسه تكنولوجيا تطبيقيه. احنا عايزين نضاعف العدد ده اضعاف مضاعفه، يمكن بنتكلم في 10 اضعاف. ليه؟ لانه الاقتصاد المصري يستوعب ده. احنا عندنا نقص في العماله الفنيه في مجالات كثيره جدا. واحنا ما بنشجعش المؤسسات الكبيره بس، احنا كمان بنشجع المؤسسات المتوسطه والصغيره انها تلتحق بهذه الانظمه المختلفه اللي بتلبي احتياجات الجميع. عشان في النهايه كل مؤسسه تتحصل على الفني اللي يقدر يلبي احتياجاتها ويطور من اداء هذه المؤسسات. فدي اهم توصيه من التوصيات، بالاضافه طبعا الاستمرار التوسع في الاستعانه بالقطاع الخاص في ان هو يضع معانا المناهج ويضع
الطرق الحديثة في التدريس عشان نخرج خريج على أعلى مستوى لتلبية احتياج سوق العمل. يعني المدارس التكنولوجية ده الأبجريد أو تطوير للمدارس الفنية القديمة؟ مظبوط، هو ده النموذج المصري للتعليم والتدريس. طب إيه شروط التحاق الطالب بالمدرسة التكنولوجية؟ أول حاجة يكون متحصل على الإعدادية في السنة دي أو السنة السابقة ليها. كل مدرسة بتحط الشروط بتاعتها، إذا كان المجموع 90% أو أقل بحاجة بسيطة، لأنه المجموع عندي ما بيقلش عن 80%. لابد يكون الطالب مميز في بعض المواد زي اللغة الإنجليزية والعلوم في بعض التخصصات. كل مدرسة أو كل مهنة هنا بتحط الاختيارات بتاعتها اللي تؤهل الولد إن هو يلتحق بهذه المهنة مستقبلا. لكن في حاجة مهمة جدا، اتفضل. امتحانات الدبلوم احنا خلينا فيه ممثل في لجنة اختبار الدبلوم من سوق العمل. ده بيخلي المستفيد الرئيسي اللي هو القطاع الخاص هو اللي بيجيز الطالب ده للتخرج او لا. فما فيش حجة النهاردة انه يتقال ان خريج التعليم الفني مش على المستوى المأمول، لان ده مش موجود بس في مدارس التكنولوجيا التطبيقية حاليا، ده مطبق في اكتر من 40% من اجمالي مدارس التعليم الفني على مستوى. خليني أشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو بوصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم.